هذه مناظر من منطقة العجلة الواقعة بضواحي كفا، وقد كساها الخريف من بهي حلله فأسبلت فروشها الخضراء ترحيبا بزائريها من عشاق الطبيعة، أولئك الذين وجدوا في رحباتها ووارفات ظلالها سببا للراحة وكنفا لتجديد نذور الصداقة والود. من الصباح تقريبا ونحن هم في المنطقة مستراحين وجو آمن الحمد، وهي مسألة مهمة قاع على أن المواطن ينعم بالأمن في ذي المنطقة وفي ذي الوقت بالذات، زمن الخريف يجي يصير رحيم ويجابر مع أهله مع أخوته ويستراح، ودعوة للناس كاملة اللي تقبل الراحة في الخارج ترجع لثقافتها ترجع لأصالتها. هي مناسبة للقاء الأحباب ولقاء الناس اللي كانت واحلة في المدن والناس اللي كانت تقرأ والناس اللي عندها مشاقل، هذا طبيعي طبعا، هذه مناسبة فريدة لها من ذنو فهذا الزمن المولي بالذات بالضبط، الماء والربيع والخضار والمناظر الجميلة جدا. ما شاء الله المناظر زينة، وهذه بالنسبة لي أنا هي أشبه خريفة في طريتها هم في المستوى الولاية، ومش كل دعم سامي إن شاء الله يجيهم ويشربوا تاي إن شاء الله مع الأصدقاء والأحبة. هنا تجتمع الأجيال وكأنه كرنفال الفئات العمرية للخرجات الخريفية، يتميز فيه اللذات حسب العادات والمسلكيات، ففي هذه الأجواء الأنيقة لعين الناظر المتوسم تحلو أحاديث الندماء ويطيب تعاطي كاسات الشاي الموريتاني التقليدي، خاصة عندما يتماهى المرء مع الظرف زمانا ومكانا فيتخذ من اللحظة فرصة لاستدعاء جمال وبساطة الأصالة. جاينا من نواكشو، جاينا إلى دار نشم ذا الهواء النقي ما شاء الله، وذا الخريف ما شاء الله، وذا النسيم الزين تبارك الله، نجي هون نقبل نهار من الأسبوع يوم الجمعة الله نهار في جيمات نجي نحن والتركة ونعدل السياحة اللي هي مظاهر جميلة الحمد لله. نرفدوا معنا آلتنا نقيلوا وين بلاصة زين نعرفوا أنا تود فيها النزاع زين، نقيسوا تامورت نوقفوا حذا وتاتا مرقوا نعدلوا تاينا وننصبوا ونجوقوا ونوحكوا ويجونا خوتنا وجيراننا واللي ينزلوا حذانا نفس الشيء. قلت أنا إياه ونمرقوه جمعة ونحن والتركي وصحاباتي وأخواتي ونقدروا هاي جولة سياحية زمن الخريف. ليست منطقة العجلة إلا نموذجا من نماذج كثيرة يتجلى فيها جمال موسم الخريف بولاية الأعصاب، برباها التي تغني عن الزرابي وسهولها الخضراء الممتدة على مدى البصر وجداولها المنساقة وأمواهها الرقراقة، وكلها عوامل جذب طبيعية تستحق كل هذه الخرجات الخريفية التي اعتادها الأهالي في موسم ينتظرونه من عام إلى عام. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، من منطقة العجلة بضواحي مدينة كفا.